هاك شوف قف الطريق كلاته من هنا، كلات الطريق وهذه كل كانت مغلوقة، وهنا كاين غاز كلات التيو تاع الغاز، لأن الحملة هذه كل مغلوقة هبطت من هنا. هذوك حنا واش جينا؟ حنا كسكان كل شيء مغلوق، لي زبار كل مغلوقين. دروك أنا واش نديرو؟ حنا عاد كنا نحميو في الطريق أنها تاكل من هنا الحملة. أتفرجوا فينا كيفاه كل عام حنا في الكارثة هذه. كل عام تبدا لنا هذه، تبداها من 2006 هي هكا. من نهار كي داروا الفوال هذا، الحمله اللي تهبط من طريق العجار كل تروحنا هنا. ملي داروا لنا الدوبل فوا هذه، شوف الارض ليتيد ما كانش، شوف الارض فما كلينيا، شوف الارض تصبت لنا كل تروح علينا 500 مليون. علاش يا ولدي؟ علاش الخسارات؟ علاه المنكر؟ تم اخذ جميع الاحتياطات والتنسيق مع المديريات. اليوم رانا في عين المكان، عمال البلديه بالاضافه الى عمال الديوان الوطني للتطهير وعمال الاشغال العموميه. كانت بعض من الطرق اللي تغلقت، ولكن راهي تفتحت في الحين، ما اطالتش الغلق. الحمد لله ما كانش خسائر، تم التحكم في الوضع، ومازال مصالحنا راهي في حالة تأهب.